السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا القرآن في عشرات الآيات إلى التفكير وإعمال النظر والتدبر في الكون والمخلوقات. من هذه العملية عملية التفكير المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية والمرتبطة بغاياتها ومقاصدها ينشأ الفكر الإسلامي ويستمد مشروعيته. لكن معرفة ماهية هذا الفكر وطبيعته تستلزم الوقوف على منطلقاته ومقاصده ومعرفة مجالات الحركة التي يدور فيها العقل المسلم. في هذه الحلقة من برنامج مقاصد نبحث مفهوم الفكر الإسلامي ومجالاته ومقاصده. أهلا بكم. إذن الفكر الإسلامي والغاية التي شرع التفكير من أجلها هو الموضوع الذي يسعدنا للحديث عنه. الترحيب بضيف الحلقة من الرباط عبر زوم الدكتور البشير عصام المراكشي مدير مركز إرشاد للدراسات والتكوين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله وبياكم وشكر الله لكم هذه الدعوة الكريمة. حياكم الله دكتور. بداية نريد أن نعرف المقصود بالفكر الإسلامي، وهل يمكن تصنيف الفكر الإسلامي كعلم مستقل أم أن الأمر تبع لأشياء أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الحديث عن الفكر الإسلامي يجدر بنا أن نذكر كلمة سريعة عن الفكر من حيث هو، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن تقييد هذا الشيء الذي يسمى فكرا بكونه إسلاميا إلا بعد أن نعرف ما هو هذا الشيء أصلا. فالفكر اختلفت عبارات المتقدمين والمعاصرين من المتكلمين وأهل اللغة والفلاسفة في تعريفه على أقوال مختلفة متعددة تدور على معنى أساسي في نظري، وهو أن الفكرة هو الانطلاق من مجموعة من العلوم أو الظنون، في غالب الأحيان يقولون الانطلاق من مقدمتين معلومتين أو مظنونتين للوصول إلى نتيجة ثالثة لم تكن موجودة في المقدمتين. بعبارة أخرى، من المهم جدا أن نعرف أن الفكرة يدور على معنى الحركة أو الانتقال، أي الحركة من مقدمات إلى نتائج ومن وسائل إلى مقاصد. فهذا أمر مهم جدا، لأن الفكرة بطبعه ليس شيئا جامدا وليس مجموعة من المعلومات التي يحصلها الإنسان ثم يمكنه أن يعطيها كما حصلها، ولكن هو عملية متحركة فيها انتقال الذهن أو انتقال العقل من الوسائل إلى المقاصد. إذا علمنا ذلك، فإن هذه العملية التي نتحدث عنها، عملية الانتقال من المقدمات إلى النتائج، يمكن أن تكون محكومة بمجموعة من القواعد المعينة. فأول ما نقرره أن الفكرة خلافا لما يظن كثير من الناس ليس شيئا موضوعيا، بل لا يمكن أن يسعى الإنسان إلى تحصيل فكر موضوعي 100%، هذا شيء مستحيل، بل الفكر بطبعه وبتعريفه لا بد أن يكون ذاتيا. ما معنى ذاتي؟ معناه أنه ينطلق من مؤهلات المفكر ومن بيئته ومن ظروفه ومن شبكة قراءته التأويلية التي من خلالها ينظر إلى الواقع وينظر إلى الحياة وإلى الكون وإلى الإنسان ونحو ذلك. فلا شك أن الفكرة بسبب هذه المنطلقات لا يمكن أن يكون موضوعيا كما يتوهمه بعض الناس. ولأجل ذلك فلا إشكال عندنا في أن نقول نحن نريد مثلا فكرا إسلاميا، أي نريد فكرا في منطلقاته وفي منهجه وفي نتائجه منضبطا بالإسلام. فحين نقول إن الفكر كما ذكرنا في تعريفه هو حركة من المقدمات
إلى النتائج، نقول إذا كانت هذه المقدمات منطلقة من الإسلام أو على الأقل غير مناقضة للإسلام، وإذا كانت هذه الحركة يعني منضبطة بمنهج وبمجموعة من الآليات والأدوات الموافقة للتصور الإسلامي، وإذا كانت هذه النتائج التي نصل إليها من خلال هذه العملية الفكرية خادمة للمشروع الإسلامي، فحينئذ يمكن أن نتحدث عن فكر إسلامي. إذن الفكر الإسلامي هو الفكر الذي في منطلقاته لا يخالف الإسلام، في منهجه لا يخالف الإسلام، وفي نتائجه يخدم الإسلام ويخدم يعني المشروع الإسلامي على جهة العموم. لكن سألتك إذا ما كان يمكن اعتباره علما قائما بذاته أم هو حصيلة علوم، حصيلة تدبر في عدد من العلوم؟ نعم، هو الفكر الإسلامي يشبه علوما أخرى لكنه مختلف عنها، والذي يسوغ وجوده، مع أننا نعرف أن هنالك علوما كالفلسفة والفقه والعقيدة، يعني هنالك مساحة كبيرة من التقاطع بين هذه العلوم وبين ما نسميه فكرة، ولكن مع ذلك الذي يسوغ وجود هذا الذي يمكن أن نسميه علما وهو الفكر عموما والفكر الإسلامي خصوصا، الذي يسوغ ذلك هو أن العلوم السابقة المستقرة سواء كانت علوما شرعية أو فلسفية لم يعد باستطاعتها من خلال أدواتها التقليدية أن تجاري الواقع المعاصر. فمثلا في الحالة الإسلامية وجدنا أن الفقه لم يعد يتمكن من التعامل مع هذه المستجدات الفكرية، مثلا في مجالات ما يقع الآن في الواقع المعاصر من غزو فكري ضخم من خلال الأمم الأخرى التي تداعت إلى أمتنا الإسلامية. أيضا العقائد لم يعد باستطاعتها التعامل مع التحديات العقدية بين قوسين أو الفكرية المعاصرة، مع هذه المذاهب الفكرية المعاصرة من الحداثة والعلمانية وما بعد الحداثة ونحو ذلك. يعني هذا لنقول هذا القصور أو هذه المحدودية التي أظهرتها بعض العلوم السابقة هي التي سوغت وجود هذا الشيء الذي يمكن أن نسميه الفكر الإسلامي. هل هو علم أو ليس علما؟ هذا الجواب على هذا السؤال صعب جدا، لأننا حينئذ نحتاج إلى تعريف ماهية العلم، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في منظومة فكرية معينة لكي تسمى علما. هذا موضوع يعني ضخم جدا، لكن الذي يهمنا بغض النظر هل هو علم أو ليس علما، الذي يهمنا هو أن الفكرة يتقاطع حقيقة مع الفقه، يتقاطع مع العقيدة، يتقاطع مع الفلسفة، ولكنه مستقل عن جميع هذه المجالات الأخرى أو المجالات العلمية الأخرى، وبالتالي فهنالك شيء يسوغ استقلال الفكر عن هذه المجالات أو عن هذه العلوم. لكن حتى ننتقل من المجردات وندخل أكثر في المحددات، يعني في صلب الموضوع، الإسلام دعا إلى التفكر والنظر وإعمال النظر في المخلوقات وفي الكون وفي آيات الله سبحانه وتعالى كافة. هل دعا الإسلام إلى التفكر لذاته أم لمقاصد أراد منها تحقيقها من وراء هذا التفكر أو الفكر؟ لا، هو بالطبع الجواب محمول في السؤال، لا شك أنه لا يمكن أن يدعو الإسلام إلى التفكر لأجل التفكر، لأن التفكر لأجل التفكر لا يمكن أن يكون ممدوحا في ذاته، لكن التفكر بطبيعة الحال يجب أن يوصل إلى مجموعة من المقاصد أو من المعاني المهمة جدا. الذي يمكن أن نلخص به النظرة الإسلامية في الموضوع هي أن الإسلام يدعونا إلى التفكر لنصل إلى تصور موافق للإسلام، تصور للكون وللحياة وللإنسان. فحين ننظر في المنظومات المختلفة سواء أكانت دينية أو فلسفية، نجد أنها في غالب الأحيان تحمل تصورات معينة لهذه الأمور التي ذكرت،
الكون، حياة الإنسان، أو أيضا إلى مجموعة من الأمور الأخرى كالقيم ونحوها. الإسلام ليس دينا كما يفهمه الغربيون، هذا من أعظم الإشكالات التي وقعت عند كثير من المتأثرين بالنظرة الغربية للدين. من أعظم الإشكالات هي كونهم جمعوا بين الإسلام وبين غيره من الأديان، خاصة الأديان النصرانية، جمعوا بين ذلك في سلة واحدة وسلطوا عليها شبكة التأويل العلمانية التي تنظر إلى الأديان كلها يعني من برجها العاجي، وبالتالي الأديان كلها صالحة عندها في هذه النظرة للمجال الفردي وللدائرة الفردية الخاصة. طبيعة الحال الإسلام مختلف جداً عن الديانة النصرانية، ومحاولة استنساخ هذه التجربة الغربية لنقلها إلى بلاد الإسلام هي محاولة لا بد أن تبوء بالفشل، وفعلا قد أظهرت محدوديتها من أوجه متعددة. فلذلك نحن نقول هذا التفكك هو للوصول إلى هذا التصور، وهذا التصور شامل جدا. لكن إذا أردنا أن نختصر القضية يمكن أن نقول إن هنا مجالين عظيمين. المجال الأول هو هذا الإنسان في هذا الكون، هل هو وحده في هذا الكون أم هو محكوم بإرادة عليا هي إرادة ربه الخالق المدبر سبحانه وتعالى. هذه النظرة الإسلامية مهمة جدا، وهي تقتضي أولا تقرير وجود الله عز وجل، وثانيا تقرير كون الله مدبرا لهذا الكون، وثالثا هذا الذي يجرنا إلى المجال الثاني أو المحور الثاني، وهو أن الإنسان في هذا الكون محكوم بالأمر الشرعي لربنا سبحانه وتعالى. فكما أنه مدبر من ربنا عز وجل في أمور الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، هو أيضا مدبر في مجال الشريعة. نعم، حين نقول الشريعة طبعاً الحال نحن لا نقصد ذلك المفهوم الضيق الذي يفهمه بعض الناس حين يحصرون الشريعة في أمور العقوبات والحدود الشرعية، لكن نقصد بالشريعة مجالاً أعم بكثير. فإذا التفكر للوصول إلى هذين الأمرين، ولذلك فالمفكر الإسلامي لا بد أن يكون من ضمن أولوياته واهتماماته قضايا إثبات وجود الله عز وجل، وهذا يدخلنا بطبيعة الحال إلى النقاش الديني الإلحادي الذي هو نقاش زاخر جدا في هذه السنوات الأخيرة، ويشمل أيضا تدبير الله للكون خلافا لما يعتقده بعض الناس من بعض الفلاسفة مثلا، قد يكونون مثبتين لوجود الله عز وجل لكن لا يثبتون تدبير الله للكون. إذن الإنسان مخلوق لغرض معين، الله هو الذي خلقه. التصور الإسلامي يدور في فلك قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الإنسان ليس في هذا الكون مجرد يعني مجموعة من الخلايا أو كتلة كيماوية معينة. دكتور بشير، أرجو المعذرة عن المقاطعة، يعني هذه النقطة. نعم. حتى لا نبتعد عنها، يعني في سياق الحديث عن المقاصد الذي تقدم له، هل من مقاصد الفكر الإسلامي تقرير حقائق الشريعة وتعبيد أو إيصال الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وكليات الإسلام الكبرى، أم وظيفة الفكر الإسلامي أو مقاصده هي إيجاد المشاكل، الحلول للمشاكل المطروحة مع الزمان والمكان؟ هو في الحقيقة لم يكن لدينا الوقت الكافي لكي نعرف بالفكر من حيث هو، لكن لو يعني نظرنا إلى تعريف الفكر، فالفكر له ارتباط وثيق جدا بالواقع، وهذا الذي يجعل أن الفكر يتقاطع مثلا مع الفقه، لأن كليهما نظرة للواقع. فالفكر يسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات الواقع، لكن في نفس الوقت حين نقول إنه فكر إسلامي فهذه الحلول الواقعية لا يمكن أن تنفصل وتنقطع عن التأصيلات التجريدية العليا التي تحكمها. حين نتحدث عن مرجعية إسلامية حاكمة
على الواقع وحاكمة على التصور الإسلامي، فهذا يقتضي بالضرورة أننا حين نتحدث عن حل مشكلات الواقع أو حلول لمشكلات الواقع، فهذا يقتضي أن يكون ذلك في إطار هذا التصور الكامل الذي قد يبدو نظريا، قد يبدو تجريديا، لكنه يعني تصور لا بد منه لفهم هذا مشكلات الواقع. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه دكتور. نعم. دكتور بشير، نعم. يعني الفكر الإسلامي بطبيعته هو أقرب إلى التجريد والنظرية أم هو أقرب إلى الجانب العملي، بمعنى أن طبيعته فكر عملي أم فكر نظري معرفي؟ كلاهما، يعني هذا الذي كنت بصدد شرحه، وهو أن الأمرين لا يمكن فصلهما. لا يمكن أن بعض الناس يقول لك نريد أن تتحدث لنا، مثلا المفكر، نريد من المفكر أن يتحدث فقط في أمور الشركات والمجتمع والظواهر الاجتماعية والفقر وكذا. هذه أمور مهمة بطبيعة الحال، وهي أمور من واقع الناس يحس بها الناس ويتفاعلون معها، لا شك في ذلك، لكن لا يمكن للمفكر أن يتكلم في هذه الأمور ولا أن يبني نظرة مضطردة وصحيحة وسليمة حول هذه الأمور الواقعية إذا لم يكن عنده منظار تجريدي يحكم هذه الأمور. يعني مثلا حين نقول بأننا في هذه الأمور المادية، أمور الاقتصاد والسياسة ونحو ذلك، نحن من حيث كوننا يعني مسلمين لا شك أننا ننطلق في هذه الأمور التي تبدو عملية وواقعية ومنفصلة عن التجريد، ننطلق فيها أيضا من أصول نظرية عليا. فنحن مثلا لا ننسى جانب الآخرة حتى وإن كنا نعمل في مجال السياسة أو الاقتصاد أو في تحليل الظواهر الاجتماعية، لا ننسى مراقبة الله عز وجل في مثل هذه الأمور، لا نغفل ولو للحظة واحدة عن تطبيق الوحي على الواقع، لأن العبرة ليست في حل مشكلات الواقع بانفصال عن الوحي، لكن العبرة حقا هي بتنزيل الوحي على الواقع وحل مشكلات الناس الواقعية، لكن انطلاقا من الوحي. وحين نتحدث عن الوحي لابد أننا سنتحدث عن أمور نظرية لابد منها، وأمور تفصيلية كبرى ومرجعية عليا لابد من تقريرها وتوضيحها لكي نضع أساسيات الوحي. مثلا لا يمكن أن نتحدث عن الشريعة ونحن لم نؤصل بعد لمعنى قول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. دكتور بشير، حتى لا نقفز على المحاور، معذرة يعني، حتى لا نقفز على المحاور، بعد الفاصل سنبحث هذا بشيء من التفصيل في جدلية العلاقة في الإسلام بين النص والعقل، وهي قضية يعني قتلت بحثا، نريد أن نبحث هذه العلاقة بينها ومدى تأثيرها على الفكر الإسلامي. نذهب إلى فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الفكر الإسلامي ومقاصده، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور البشير عصام المراكشي، مدير مركز إرشاد للدراسات والتكوين، وهو معنا عبر زوم من الرباط. أجدد الترحيب بكم دكتور. يعني أريد أن أعرف، قبل أن أسأل السؤال الأساسي في هذا المحور الثاني، أريد أن أعرف نظرتك للفكر الإسلامي من حيث مجالاته. هل وضعت الإسلام مجالات محددة للفكر الإسلامي يعمل ويتحرك في فلكها، أم أنه أطلق الفكرة من عقال أي رابط أو أي ضابط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مجالات الفكر هي مجالات واحدة،
لكن الذي يميز الفكر الإسلامي عن غيره إنما هو ما ذكرته آنفا من أن المقدمات والمنهج ينبغي أن يكون إسلاميين أي موافقين للإسلام، وأن تكون النتائج خادمة للمشروع الإسلامي، وإلا مجالات الفكر هي واحدة. فالفكر كما يذكر في التعريف يعتني بالواقع، بحل مشكلات الواقع. يمكن أن نتحدث مثلا في مجالات السياسة، في مجالات الاقتصاد، في المجتمع، في الفرد، في النفس، هذه أمور كلها تدخل في عمل المفكر. لكن بطبيعة الحال ما دمنا نسميه فكرا إسلاميا فهذا يقتضي منا أن نحكم ذلك كله بمنظار الوحي، يعني وأن نعمل فيه الكتاب والسنة. فلأجل ذلك هناك مجالات تكون طاغية على غيرها لأجل كثرة حديث الناس فيها. فمثلا لا شك أن مجال السياسة هو من أعظم المجالات التي يعتني بها المفكر، كذلك مجالات التراث والتعامل معه، لأن كثيرا من المذاهب الفكرية التي دخلت إلينا من الغرب حاولت أن تنقض الإسلام وأن تستنسخ التجربة الغربية والتجربة الأوروبية خصوصا، لكن اصطدمت بواقع الاختلاف الذي أشرت إليه آنفا بين الإسلام والديانة النصرانية. فلأجل ذلك بدلا من أن تبقى في علاقة صدام مع الإسلام قررت أن تغير من داخل الإسلام. فلأجل ذلك وجدنا كثيرا من المستشرقين وكثيرا ممن تبعهم يحاولون التغيير من خلال التراث الإسلامي. هذا جرى المفكرين الإسلاميين في مرحلة معينة إلى محاولة رد هذا الاعتداء بين قوسين على التراث الإسلامي من داخل التراث. فوجدنا نقاشا تراثيا بامتياز بين المفكر الإسلامي والمفكر اللي يمكن أن نسميه علمانيا أو متغربا أو ما أشبه ذلك. فلاحظ معي أن هذا المجال، يعني مجال تنقيح التراث ومناقشة التراث ونحو ذلك، هو في الأصل ليس من مجالات الواقع بشكل مباشر، لكنه احتيج إليه نظرا لتطور تاريخي معين خلال القرنين السابقين. فالمقصود أن مجالات الفكر هي واحدة تعتني بواقع الناس، لكن لا شك أننا نحتاج إلى بعض المجالات أكثر من غيرها كما ذكرت في قضية التراث وغيره من المجالات. أريد أن أعرف منك العلاقة بين علمي العقيدة والفقه من جانب والفكر الإسلامي من جانب آخر، تأثيرا وتأثرا. نعم، بالنسبة للعقيدة لا شك أنها يمكن أن أقول إن العقيدة بالنسبة للفكر هي ما تشكل، بالنسبة للفكر الإسلامي عفوا، هي شبيهة بالفلسفة بالنسبة للفكر الغربي. فكما أن الفكر الغربي يستند إلى التنظير الفلسفي الغربي الذي انطلق خاصة يعني في العصور الحديثة، فكذلك الفكر الإسلامي ينطلق من التنظير العقدي. وهذا يشمل كما ذكرت آنفا التأصيلات العقدية في مجالات مختلفة، يعني مثلا في مجالات وجود الله عز وجل و يعني ما يجب لله عز وجل من أنواع الكمالات، يشمل كذلك قضايا متعلقة بالقدر وهي من أعظم المسائل التي يعتني بها المفكرون والفلاسفة عموما، والتي لا شك أن لعلماء العقيدة نظرة خاصة إليها. يشمل مسائل مهمة جدا هي التي يسميها أهل العقائد في مسائل الأسماء والأحكام، بمعنى هنالك أسماء معينة ترتبط بها أحكام مخصوصة، مثلا الإيمان، الكفر، الفسق إلى غير ذلك. هذه من أعظم ما ينشغل به المفكر الإسلامي في عصرنا هذا. يعني من نظر إلى حال النقاشات المتداولة اليوم في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل يجد أن كثيرا منها يدور في فلك هذه الموضوعات التي هي موضوعات في الأصل عقدية، ثم يمكن أن يستثمرها المفكر الإسلامي في مجال اشتغاله. إذن تأثير العقيدة على الفكر مهم جدا، بل يمكن أن نقول إن الفكر حين ينظر إلى الواقع ويحاول
إيجاد حلول لمشكلات الواقع فإنه ينطلق من التنظير العقدي. أما الفقه فلا شك أن بين المجالين ارتباطاً، لا شك أن بينهما ارتباطاً عظيماً جداً وواضحاً، خاصة أن مجال عملهما واحد وهو الواقع، إلا أن الفقيه يعتني بإيجاد الحكم الشرعي لهذا الواقع. يعني مثلاً ظاهرة اجتماعية ظهرت في المجتمع الإسلامي، الفقيه مهتم بإيجاد الحكم الشرعي لهذه الظاهرة من قبيل حلال حرام واجب إلى غير ذلك، لكن المفكر ليس هذا مجال اشتغاله. مجال اشتغاله هو هذه الظاهرة، إذا عرفنا مثلا بأنها شيء محرم كما يقول لنا الفقيه، فحينئذ كيف يمكننا أن نوجد حلا لهذا الشيء المحرم، كيف يمكن أن نزيل هذا الحرام من مجتمعنا انطلاقا من مجموعة من المناهج والقواعد الفكرية المختلفة. فمجال عمل الفقيه والمفكر واحد بالنظر إلى الواقع الذي يعملان فيه. ثم هناك مجالات فقهية على وجه الخصوص نجد أن المفكر يعتني بها أكثر من غيرها. يعني مثلا النقاشات الموجودة اليوم حول قضايا الأسرة والمرأة ونحو ذلك، هذه بطبيعة الحال الفقيه له في ذلك نظر، لكن أيضا المفكر يعتني بها أكثر من غيرها، لأن أعظم مجالات النقاش الإسلامي العلماني أو الإسلامي الغربي مجالات المرأة والأسرة ونحو ذلك. هنالك مجالات الحدود والمنظومة العقابية في الشريعة، بل هنالك قضية تحكيم الشريعة نفسها، هنالك قضايا السياسة الشرعية، هذه كلها قضايا في الأصل فقهية، لكن المفكر يعتني بها أكثر من غيرها لأنه في حقيقة الأمر يجد ذلك في واقعه، في الواقع الإسلامي اليوم هذه النقاشات لا يمكن الهروب منها، ولذلك فالمفكر يحتاج إلى أن يذكر أن تكون له بصمة فيها انطلاقا من الوحي بطبيعة الحال. دكتور بشير، اليوم الغرب يعني يهيمن علميا وفكريا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وفي كل المجالات يهيمن على العالم، وهذا يستلزم على هذا لوازم، منها تصدير الفكر وتصدير أنماط المعيشة وحتى أنماط التفكير وطرائق التفكير. السؤال الذي ربما يكون ملحا وضروريا في مثل هذه الحالة، كيف يمكن حماية الفكر الإسلامي من الانزلاق في متاهة الحداثة والمادية والعلمانية المتدفقة بفعل العولمة؟ نعم، طبيعة الحال هذا سؤال مهم جدا، لكنه أيضا سؤال ضخم، والجواب عليه لا يكون بالسهولة التي يمكن أن نتصور، لأن جل إن لم نقول كل عمل المفكرين منذ الاصطدام بين الإسلام والاستعمار الغربي إنما هو في محاولة الإجابة عن هذا السؤال. حتى في سؤال النهضة الأصلي الذي هو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، كان النقاش دائما حول هذه القضية، كيف يمكننا أن نأخذ من الغربيين ما أحسنوا فيه في حضارتهم دون أن نستلهم منهم أيضا ما أساءوا فيه، خاصة في مجالات القيم. طبيعة الحال كما أقول دائما، هذا الموضوع على الرغم من صعوبته وخطورته إلا أن هنالك بعض الأشياء التي يمكن لكل مفكر بل لكل مسلم أن يعلم بفطرته أن أخذها من الغرب شيء غير مقبول في شريعة الإسلام. حين ننظر إلى تطور القيم في الحضارة الغربية انطلاقا من قيم الحداثة إلى قيم ما بعد الحداثة التي نشاهدها اليوم، حين ننظر إلى هذا التطور في مجال القيم نجزم بأن هذه الحضارة في حالة انحدار قيمي خطيرة جدا. فهذا شعر به كثير من مفكريهم ومن فلاسفتهم، وقد قرأت في هذا المجال كتبا كثيرة لفلاسفة غربيين يتحدثون عن هذا الانحطاط الذي أصاب الحضارة الغربية في مجالات القيم. الآن الحديث عن قضايا الشذوذ الجنسي أو قضايا الدعارة أو قضايا تسليع
المرأة أو قضايا العلاقات الأسرية أو المسائل النسوية، هذه القضايا صارت ضخمة لدرجة أنها صارت تهدد الوجود الحضاري الغربي في أهم ركائزه التي هي الأسرة والمجتمع. فمن الواضح جدا أن الحل لهذه المشكلة الحضارية عند الغربيين أنفسهم إنما توجد في منظومة قيمية لا تزال تتمتع بالقوة وبالثبات وبالرسوخ، وهي المنظومة القيمية الإسلامية. طبعا الحال مشكلة، لكن هذا قد تجد من يخالفك في هذه في هذا التقرير، عفوا دكتور، قد تجد من يخالفك في هذه التقريرات التي تقررها الآن ويقول لك بأنه تقريبا في هذا الزمان لم يعد هناك شيء من ثوابت الأمة المسلمة إلا وخضع للنقاش والأخذ والرد. تماما، هذا الذي يعني هذا صحيح. فأنا كلامي عن المنظومة القيمية الإسلامية من حيث هي، لا من حيث تعامل المسلمين معها. فلذلك الفكرة التي كنت سأقولها هي أن مشكلة هذه المنظومة القيمية هي في القائمين عليها. فالمسلمون حقيقة لم يزالوا غير قادرين على التفطن لأهمية ما يحملونه في هذا الإسلام. كثير منهم إما جاهلون بالإسلام بشكل خطير جدا، أو يعرفون من الإسلام مجموعة ضيقة جدا من الأفكار ومن المعتقدات من الفقهيات الفرعية ونحو ذلك، لكن قل منهم من يفهم الإسلام في شموليته ومن يعرف أهمية هذا الإسلام لإنقاذ البشرية لا لإنقاذ المسلمين. لأن الحضارة الغربية في الحقيقة هي حضارة غير قادرة، على الرغم من هذه السطوة الهائلة في المجالات الاقتصادية والسياسية وحتى في العلوم الإنسانية وغير ذلك، هي غير قادرة حقيقة على المضي بعيدا في تطوير الإنسان وفي حماية الإنسان من حيث هو. تحتاج هذه الحضارة حقيقة إلى هذه المنظومة القيمية الإسلامية. مشكلتنا نحن أننا نحتاج، وهذه مهمة المفكر الإسلامي، نحتاج إلى أن نفهم هذه النظرية، هذه المنظومة القيمية العظمى، لكي نستطيع أن نصدرها إلى الآخرين. وكثير من الغربيين لا يستطيعون أخذ الإسلام عموما ولا تفهم المنظور الإسلامي، لأنهم يرون المسلمين في حالاتهم، حالات الضعف والتشرذم والنحو ذلك. ففي الحقيقة يعني نحتاج إلى جهد كبير جدا، وهذا من أهم مصوغات العمل الفكري الإسلامي، جهد كبير نحتاجه لتصدير وتسويق بين قوسين هذه القيم العظيمة جدا التي جاء بها الإسلام والتي يمكن بها إنقاذ البشرية كلها. طيب قبل أن أذهب إلى الفاصل، يعني أرجو منك إجابة مختصرة دكتور بشير. نلاحظ أن كثيرا من المفكرين الإسلاميين ينطلقون في تقريراتهم وفي أعمالهم الفكرية لإيجاد حلول، وخصوصا في مسائل مثلا السياسة، ينطلقون من مسلمات غربية ليبنوا عليها حلا لإشكالية في العالم الإسلامي. أضرب لك مثلا في قضية الديمقراطية، يعني أنا أنقل لك تيارا إسلاميا مثلا معارض لهذه المسلمة، وليس بالضرورة أن تكون هذه المعارضة هي الصواب وأن الديمقراطية هي الخطأ، لكن هذا موجود في الشارع المسلم. هل يوجد في الإسلام ما يسوغ للمفكر الإسلامي أن ينطلق من مسلمات الآخر لبناء حل لمشكلته، أم أنه ينبغي أن ينطلق من جوهر وروح الشريعة للبحث عن حلول لمجتمعاته الراهنة؟ طبعا الحال الأصل أن ينطلق من الوحي، لا أقول من الشريعة، لأن بعض الناس قد يقول إن الشريعة إنما هي تأويل معين للوحي، لكن أنا أقول لا بد من أن ينطلق المفكر من الوحي، ثم لا إشكال عندنا في أن نأخذ الاجتهادات البشرية مهما كانت ونخضعها للتقويم انطلاقا من الوحي، فسواء كان ذلك الديمقراطية أو غيرها. هذه الأفكار التي يمكن أن نأخذها من الغرب علينا أن لا نأخذها على أنها مسلمة، وهي أصلا ليست مسلمة حتى عندهم، لا يوجد شيء مسلم عندهم. فمن أساسيات الفكر الفلسفي الغربي اليوم الشك في كل شيء وطرح كل شيء للمساءلة والنظر. فإذا
هذه الأفكار التي نأخذها منهم علينا أن نسلط عليها معاييرنا المأخوذة من الوحي لكي نصل إلى نتيجة. مثلا الديمقراطية يمكن بطبيعة الحال أن ننتقدها كما ينتقدها فلاسفة الغرب أنفسهم، يمكن نحن أيضا أن ننتقدها انطلاقا من المنظومة الإسلامية انطلاقا من الوحي. ولا يعني ذلك بالطبع أننا حين ننتقد الديمقراطية فإننا نسوغ الظلم أو الاستبداد أو ما أشبه ذلك كما قد يظنه بعض القاصرين في هذا المجال. طيب نذهب إلى فاصل قصير وبعد العودة نبحث في الأسباب والمؤثرات التي تصوغ الفكر الإسلامي. أهلا بكم دكتور بشير. يعني الآن فيما يتعلق بمقاربة أو نظرة عامة للفكر الإسلامي أو المحتوى الذي يقدمه المفكرون المسلمون، وخصوصا في مرحلة التي أعقبت سقوط الدولة الإسلامية التي كانت تمثلها الدولة العثمانية، ما العوامل التي أثرت في صوغ الفكر الإسلامي الحديث؟ هل يمكن الحديث عن مثلا الظروف السياسية، طبيعة الحكم، انحسار الإسلام أو حضوره في حياة المسلمين؟ هذه العوامل إلى أي درجة لعبت أدت دورا في صوغ طبيعة الفكر الإسلامي الراهن؟ في نظري أهم شيء أثر في إيجاد الفكر الإسلامي أصلا هو الغزو العلماني الحداثي الغربي للأمة الإسلامية. طبيعة الحال الأمة الإسلامية كانت خارجة لتوها من قرون ممتدة من الجمود الفكري، الجمود الفقهي، الجمود العقدي، من التطاحن المذهبي والطائفي، ثم وجدت أمام عينيها سقوط الخلافة العثمانية التي كانت ذات رمزية خاصة في توحيد الأمة، ووجدت أمامها أوروبا قوية في اقتصادها، في سياساتها، في اهتماماتها الفكرية والفلسفية، في نظمها السياسية، في أمور كثيرة جدا. هذه الصدمة جعلت الغزو الفكري الآتي من الغرب هو غزو غالب لمغلوب، وليس مجرد تلاقح بين حضارتين أو بين أمتين من الأمم. فهذه الثقافة الغالبة حين انتقلت إلى الأمة المغلوبة التي هي الأمة الإسلامية، هذا كله ساهم في وجود أو في إيجاد الفكر الإسلامي من حيث هو، لأن كما ذكرت لك آنفا الفقه لم يكن باستطاعته أن يجاري هذه النقاشات الجديدة ولا العقيدة ولا غيرها. فوجد الفكر إذن لأمر مهم جدا هو مناقشة هذه المذاهب الفكرية المعاصرة خاصة العلمانية والحداثة ونحو ذلك، مناقشة ذلك كله من المنظور الإسلامي وانطلاقا من الوحي. فلأجل ذلك وجد الفكر الإسلامي في إطار النهضة بين قوسين، يعني النهضة الإسلامية التي وجدت في الأمة منذ قرون التي أعقبت طبيعة الحال سقوط الخلافة العثمانية. الفكر الإسلامي بطبيعته متطور. المشكلة التي نعاني منها اليوم هي إشكالية في التجديد في هذا الفكر لدى بعض الطوائف الإسلامية، بمعنى هنالك طوائف أو جماعات أو تيارات إسلامية معينة لا تزال تعيش على تنظيرات وتأصيلات فكرية كتبت قبل 40 أو 50 سنة. وإذا قلنا بأن الفكر مرتبط بالواقع
وإذا علمنا بأن الواقع متجدد بسرعة هائلة خاصة في هذه الأعصار المتأخرة، فإنه لا شك أن التأصيلات التي مر عليها 4 عقود لا يمكن أن تصلح لما نحن فيه اليوم. فلأجل ذلك نلاحظ مثلا أن تأصيلات كتبت قبل 40 سنة يراد لها أن تفسر واقع المسلمين أو واقع الدول الإسلامية بعد الربيع العربي خلال هذا العقد الأخير، وجدنا أن هذه التأصيلات قاصرة جدا. ولأجل ذلك وجدنا كثيرا من الشباب يلهجون بالفلسفة الغربية ويقرؤون في الفكر الغربي لأنهم لم يجدوا. ألتمس منك أن تحدد دكتور حتى تتبين الأمور أكثر للمشاهد الكريم، ويعني يكون الحديث أكثر وضوحا. يعني لو بعد هل تتحدث مثلا عن كتاب عبد الرزاق المصري الذي أصول الحكم الإسلام وأصول الحكم الذي نقد فيه الدولة الإسلامية مثلا، عن ماذا نتحدث؟ لا 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 أقصد هذا. كتاب الإسلام وأصول الحكم هي مرحلة معينة كتب فيها الرجل كتابه محاولا التأصيل للعلمانية من منطلق شرعي، وأجاب كثير من علماء الإسلام واستقر في الفكر الإسلامي أن العلمانية مناقضة للإسلام. إذن القضية ليست في هذا الموضوع، وإنما أنا أتحدث عن الإشكالات الفكرية الخطيرة التي أثيرت بعد الربيع العربي. تحدث عن قضايا حقوق الإنسان، الحرية، السياسة الشرعية وعلاقتها بنظام الدولة، الدولة في الإسلام ومعنى الدولة في الإسلام، أمور من هذا القبيل، أمور كبيرة جدا. التأصيلات الفكرية التي كتبت فيها لا تزال تراوح مكانها، ولذلك لا يمكن أن نأتي بكتابات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كتابات مثلا محمد قطب أو مجموعة من المفكرين على كل حال، هي في زمنها كانت مفيدة جدا وكانت نافعة، لكن التغيرات التي وقعت في الفكر الإسلامي في الواقع الإسلامي المعاصر جعلت هذه الكتابات على أهميتها متجاوزة شيئا ما. فنحتاج حقيقة إلى أن يكون الفكر قادرا على تجديد نفسه باستمرار لكي يواكب حاجات الناس. الآن حاجات الناس نجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع التواصل نجد نقاشات الشباب، ونقاشات الشباب الآن هي في أمور يعني خطيرة جدا. يعني مثلا الغزو النسوي، غزو المنهجية النسوية، لا أقول لنسائنا بل أقول لمجتمعاتنا عموما، لأن النسوية أعم من أن تكون خاصة بالنساء كما بيّنت ذلك في بعض ما كتبته. أقول مثلا هذا الغزو النسوي في مقابله لا نجد كتابات فكرية إسلامية رصينة تبين نقائص هذا الفكر والمشكلات الخطيرة التي يقع فيها. أيضا مجموعة من الأشياء، لأن الغرب نفسه في هذين العقدين الأخيرين وقعت عنده تطورات خطيرة جدا في المجال القيمي. فنحتاج دائما إلى أن يكون الفكر متجددا حيا متفاعلا مع واقعه، وإذا لم يكن فكرا وانتقل إلى أن يكون مجرد فلسفات نظرية تتحدث في أمور متجاوزة. يعني تحدثت في نقطة مهمة جدا حقيقة دكتور، أشكرك عليها، فيما يتعلق بقضية عدم وجود كتابات رصينة وعميقة ترد على الظاهرة النسوية. هذا ربما نخصص له حلقة مستقبلا تتعلق بأزمة الفكر الإسلامي المعاصر، لكن لا بأس من أن نعرج عليها الآن تعريجا سريعا، لتحدثنا عن أصل المشكلة في عدم وجود كتابات رصينة ترد على هذه الظاهرة النسوية التي تفتك بالمجتمعات المسلمة. هي بالمناسبة النسوية تفتك بالمجتمعات كلها إسلامية أو غير إسلامية. نعم. أنا كتبت يعني ترجمت بعض الفصول النافعة من بعض الكتابات التي كتبها مفكرون فرنسيون في نقد النسوية، وقدمت له بمقدمة معينة، وخرج في كتاب اسمه جناية النسوية على المرأة والمجتمع. حقيقة حين أقرأ ما يكتبه المفكرون والفلاسفة الغربيون في نقد النسوية وفي بيان التغلغل النسوي داخل المجتمع وفي السياسة وفي كل مكان، حين أقرأ ذلك
أشعر بأن القضية أكبر بكثير مما يظنه بعض المفكرين في عصرنا، يعني بعض المفكرين الإسلاميين الذين يظنون أن النسوية هي النسوية القديمة، نسوية سيمون دي بوفوار وأمثالها، هي فقط دفاع عن حقوق المرأة ويعني في مواجهة الذكورية وما أشبه ذلك. لا، القضية أخطر من ذلك. النسوية صارت يعني طريقة أو منهجا في التعامل مع القضايا الاجتماعية كلها. الحركة النسوية هي حركة تنسف المرأة وتضع يدها في يد الرأسمالية الجشعة وتحاول نسف الأديان، نعم، وتحاول نسف الفروق وتدمير الفروق بين المرأة والرجل. لكن دكتور، حتى لا يدركنا الوقت، ربما يكون هذا واضحا، نعم، لكن عن موضوع سبب غياب الكتابات الإسلامية أو الفكر الإسلامي، سبب عدم رده على هذه القضايا، بدقيقة من فضلك. والله السبب واضح جدا، يعني أن هنالك كما قلت المفكرون الإسلاميون يحتاجون أن يخرجوا من قوقعتهم القديمة، يحتاجون إلى التجديد المستمر. مثلا النسوية هي شيء جديد تقريبا، يعني النسوية بالمعنى الحديث، يعني اللي يسمونها نيو فيمينيزم، يعني نسوية جديدة، جديد هذا شيء جديد. إذا كان المفكر الإسلامي ما يزال يعني يناقش قضايا الماركسية وقضايا القضايا التي كانت في السبعينيات والثمانينيات، بطبيعة الحال أنه لن يتابع ما يقع في الغرب اليوم والذي ينتقل إلينا بشكل مباشر. المفكر الإسلامي لا بد أن تكون عنده على الأقل لغة غربية، إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، عليه أن يكون دائما القراءة والاطلاع لما ينتجه الغربيون، عليه أن يتابع ما ينتج عندهم في مجالات الدراما خصوصا، لأن الدراما صارت تشكل الرأي العام الغربي وأيضا الرأي العام العربي والإسلامي، عليه أن يتابع وسائل الإعلام عندهم، لأنه حقيقة إذا لم يكن متابعا لهذا الواقع الغربي فإنه لا يستطيع التفاعل معه ولا يشعر أصلا بأن هنالك تغيرات معينة ستصل إلى بلدنا بسرعة كبيرة. هذا هو سبب الغياب في هذا المجال، سببه هو عدم التفاعل مع الواقع الغربي الذي ينتقل إلينا بسرعة كبيرة. أشكرك على هذه المشاركة الضافية دكتور البشير عصام المراكشي، مدير مركز إرشاد للدراسات والتكوين. كما أشكركم سادتي المشاهدين، دمتم في حراسة الله.